بقطع النظر عن موقف بعض المساهمين، بعض الشركاء في شركة، طالما أن توجهها الذي صرحت به هو التأييد والمناصرة للصهاينة المعتدين الظالمين، فإن المقاطعة هي من الوسائل في الدفاع عن الحقوق المشروعة والتضييق على المعتدين الظالمين، وإعطاء العالم رسالة أننا أمة حية، لنا قرارنا، لنا سيادتنا، لا نرضى بالذل والهوان، لا نرضى أن يظلم إخواننا. يعني تصل هذه الرسالة بكل وضوح إلى هذه الشركات التي تؤيد وتناصر وتتبرع للمعتدين الظالمين ليغيروا سياساتهم. فبالمناسبة تراها يعني المقاطعة ليست أمرا جديدا، يعني لا أريد أن أستعمل تعبيرات معاصرة في وصف شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يعني وارجعوا إلى سلسلة محاضرات الأستاذ وضاح خنفر في السيرة النبوية، لما نزلت سورة لإيلاف قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما الذي رتب عليه الأمر بالعبادة هنا؟ الامتنان بماذا؟ بأمرين: بالرفاه الاقتصادي وبمكانة البيت عندهم، جانب ديني وجانب اقتصادي. طيب ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته؟ قطع طريق رحلتي الشتاء والصيف، حول الثقل الاقتصادي إلى المدينة المنورة لا إلى مكة. حول الثقل الاقتصادي إلى المدينة المنورة يعني الوفود، السرايا، التعامل مع القبائل، إلى الشام. كان يرسل تجارا، يرسل يعني من يشتري حتى ما يتعلق بالحبوب والزروع والثمار، وفتح في المدينة المنورة أسواقا حرة خالية من الضرائب يتنافس عليها التجار، فانتعشت الحركة الاقتصادية، فأصبحوا خلال سنتين يصدرون القمح المدينة المنورة. لكن لا نقرأ هذا في السيرة. إذن هو قطع شريان الإمداد الاقتصادي عن أهل مكة، وماذا صنع في الجانب الديني؟ صنع في الجانب الديني، تركهم في أصعب موقف يتعرضون له في تاريخ سدنتهم للكعبة المشرفة. أتى معتمرا، وأهل مكة القائمون على البيت، سدنة البيت، كانوا لا يمنعون زائرا عن البيت. الآن إن أذنوا له، هؤلاء ليسوا قبيلة، هؤلاء مسلمون أمة، فيهم من أهل مكة، فيهم من الأوس، فيهم من الخزرج، فيهم من حول المدينة. هذه أمة جاءت الآن بوصف جامع لها، لا يجمعهم نسب ولا قبيلة ولا شيء، يجمعهم ماذا؟ دين. أتوا ليعتمروا لزيارة البيت والاعتمار بطريقتهم، لا بطريقتنا نحن الموروثة، بهيئتهم وصفاتهم، فكانوا في أكبر إشكال. هذا لم يكن، نحن نقرأ السيرة وكأنها مجرد حركات عفوية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، تخطيط استراتيجي إلى أبعد مدى تتصورونه. الآن وقف، لماذا ارتبك أهل مكة؟ لأنهم يدركون هذه النتائج، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل المسلمين إلى مرحلة أخرى، بيعة على الموت، لأنهم ما خرجوا أصلا بلا سلاح، خرجوا للاعتمار. وإذا بكبراء المشركين في مكة يدخلون في تفاوض، فيقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفاوض، هذا اعتراف بهذا الكيان، اعتراف بهذه الأمة. لم يتصور بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأبعاد، ولذلك نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لا أريد أن أستطرد، إذا الجانب الديني خلخله، هز أركانه، بدأت العرب تسمع، من هؤلاء الذين منعهم؟ حتى أعداء مكة، أعداء قريش، ما كانوا يمنعون عن البيت. إذن هؤلاء الذين منعوا لهم شأن آخر، ما خبرهم؟ ما صفتهم؟ لماذا منعوا؟ ماذا يريدون؟ ولذلك بدأت التحالفات من هناك، لكن قبلها كانت خطوة بمنع شريان رحلتي الشتاء والصيف. اليهود يعرفون المقاطعة،
يعرفونها تماما، لأنهم استعملوها ويستعملونها إلى اليوم، فكيف نتردد نحن فيها؟ كيف يمكن لنا أن نرى إخواننا يتضورون جوعا ونأتي بعد ذلك ونشتري وكأن شيء من هذه الشركات التي تؤيد الظالم، ونأتي ونشتري منها، وهذا قرار بأيدينا، لا يحتاج إلى حكومات، لا يحتاج إلى قرار من سلطة، هذا وعي ومعرفة وثقافة يجب علينا أن نتحلى بها. وما من شيء من هذه الصناعات حتى لو قلنا أنها من قوام الحياة وما تمس الحاجة إليه إلا وله بديل بحمد الله تعالى. هذا لو قدرنا يعني أن هناك من السلع كما تفضلت أغذية أدوية ليس شيء منها إلا وله بديل، لكن هناك هيمنة عالمية، بل الواجب اليوم أن نكون أكثر وعيا فيما يتعلق، وأن نكون أن نزداد حرصا. أنا أسألكم من نتائجها، خلونا نأخذ تجارب المعاصرة. الدنمارك، هل رجعت تسيء برسومات كاريكاتيرية أو بفيلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما رجعت. من تولى كبر هذا الموضوع بعد الدنمارك؟ السويد، هولندا، لكن الدنمارك ما رجعت. لكن لا ينبغي لنا أن يكون هذا المسلك مجرد عاطفة، إحنا لا، حتى ما يشوفونا فنسوي طلبات أوردر وتصلنا الطلب إلى الله عز وجل. الله عز وجل سينصر أهل الحق بك أو بدونك، هذا شرف لك أنت أن يجعلك الله عز وجل سببا ولو يسيرا في نصرة إخوانك، في نصرة المظلومين، فاختر لنفسك ما تشاء. والله عز وجل حذر حتى من مثل هذا الأمر، يعني ستجدون دعاوى يعني هناك عمانيون يشتغلون في هذه الشركات وكذا، أصلا هذه الشركات لم تطلب فتوى منا في إقامتها في البلد أصلا، ولعلكم تعرفون بأني أتحفظ أصلا على هذه على إقامتها والعمل فيها ابتداء. ومع ذلك يجب أن توجد البدائل، هذه مسؤوليتنا جميعا. ثم هذا التزام، والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقل اعملوا، هذا في أيديكم، فسيرى الله عملكم، هذا بينك وبين الله عز وجل، هو رقيب مطلع عليك، لا تحتاج إلى إلزام من الخارج، هو التزام ذاتي. هذا الجيل الذي نتحدث عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل هذه الأحداث التي حصلت في سيرته، هو الذي تربى يعني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هو عليه الصلاة والسلام لما في الفتح، تعرفون ماذا حصل بعد يعني الفتح؟ أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذهب إلى الأنصار، فهم يعني ألا تذهب إلى بيتك يا رسول الله؟ أنت الآن فاتح منتصر، وهذه بلدك وطنك الأول، أحب البلاد إليك، فقال وهل أبقت لنا قريش من دار؟ هو لم يأتي لأجل حقوق شخصية، لأجل حظوظ شخصية، ولأجل استرداد حقه ولا الثأر ولا كذا، أتى لأنه صاحب رسالة يبلغها إلى الناس وينصب من نفسه أعلى مثال بشري. ونأتي نحن ونقول يعني ما أدري من منتجات وكذا ونتردد. ثم قال فسيرى الله عملكم ورسوله، فالرسول هنا رمز إلى السلطة القائمة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكشف له أعمال العباد، فإن كشفت لبعض أصحابه ظاهر منها، لكن المقصود هو السلطة القائمة. ثم والمؤمنون، والمؤمنون أي الرقابة الشرعية، الرقابة المجتمعية، الرقابة كما يعرف اليوم الرقابة الشعبية، حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حق التواصي بالحق والتواصي بالصبر من إخوانك المؤمنين، حق ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنا أعذروني أني أطلت، لكن عسى أن لا يخلو الجواب من فوائد. بارك الله فيكم.